بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام والأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، نلتقي في حلقة ثانية تحت عنوان احذروا الإفلاس. معنى احذروا الإفلاس أي أو يمحذوا زكسيزي أو يمحذوا زكسيزي. من يلعن ونوى مقتبسي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا أي الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يجي الحديث أيها الإخوة الكرام، بالنسبة للإنسان يغاية الإيمان الكور يغاية الاشتشعار للخشية انصداء ربي سبحانه عز وجل، يجي الحديث يسوّد من ميدان يسوّد، لأن كوريج الزينة وكوريج الزمسر من وزماضي ضمن يخفن سيلا ويتيرين يجن زقو ذانا والعياذ بالله. لأن الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم غطس الفوائد أولا، فنشينا نبدأ إن شاء الله هك بعض الفوائد نكسيزي الحديث. الفائدة دمزوات وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تغذي سيجن الشفقة الطم قرن تخل أمانس تغير بديت فكا ذي المصلحة نصن ربدي يسرم مذيثن ربدي تصحى حصل الأخطاء ربدي تحول ما أمكن أذيرين على منهج قويم أذيرين على بصيرة من أمرهم. ولهذا انت في الحديث ويجو ما يسقس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إن ما تسنموا مقال المفليس معنى ونسيزين ما تسنموا مقال المفليس. فطبيعة الحال الصحابة جاوب انت على حسب المصطلح العرفي على حسب المصطلح اللغوي سن هذه الدنيا، فان ناس المفلس شي نقارث وني ويعري من شاب ني وغايجيبوا المال وغاس المتاع ويعري مثل هذه سيادف ويعري السكنة الصباح ويعري المال تعاونتي وذن وهذا مسعي فقير جاء فذو مقال المفلس. مرات غيتك التجارة يضيع التجارة نس مرات غاشا موكري يضيع عيد فقناس هو المفلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي، وهذا المفلس للدنيا غاهم كنيو، ولكن المفلس ديال الأمين ونش أنا شكون غيجي نشرح النغني. إن المفلس من أمتي ونتغيسن يوم القيامة يعمر مجموعة الحسنات يزت الجبال سيذور على الحسنات ديال الدنيا تغيتزجى الصلاة الفريضة يتزجى النوافل يتزم رمضان يتزم غير رمضان يتزكى الأموال الناس وربما ثنا في حج إلى بيت الله الحرام يتزكى العمرة يتزكى الصدقة يتعاون غير خير، ومع ذلك من ميزدي كدفر مذيع عن تمار الحسنة دينا يقال ربي صلى الله عليه وسلم خميد غيس يوم القيامة غادي يستو غيضيع العلاقة نسكي وذان العلاقة نسكي يثماس غادي يس يوم القيامة الجن يدعخز الجن تغيو يسقرنس أكل ماله الجن تغي قذفي دي العرض النص يتهمي دي الشرف النص إما يتهم ثمغات نغي تهمايز الجن يضيع السمعة النص الجن تغي كثيث ظلما وعدوانا. فخميغا خاص غامون تدق المظالم مارة. طبيعة الحال يوم القيامة هو يوم العدل يوم القصاص الحق، فكل جودانا غادي يصدي طلب الحقوق النص رسن يا ربي شوية يكثين غادي يخدس ونشي نسن على أن رخراس يوم القيامة ويتيريبوس المال ويتيريبوس الثروات ويتيريبوس الممتلكات، لأن يا كران الدنيا شي قرا السمازي يقدر يسخن الدنيا يتغيم هذه الدنيا. فيوم القيامة العملة غير زي غام عملي وذان الصافي زي غير رائج هو ذي الحسنات. ولهذا السيد خميد غيس قد يخد سيو ذنس الحسنات وتصوام كذا أيها الإخوة الكرام ممش غير الموقف نسيدوا الحياة نستكمل انتي السجاد الحياة نستكمل انتي الضوقوز يجمع الحسنات ونشينا السنة على أن الحسنة يخن السور خون ضحا انتي المظالم وجي الحسنة زي الطاف الحسنة غير يقبر الله تبارك وتعالى الحسنة غير يري لوجه الله معنى ثنيت قبالي وذن قد نيت محاذا طوافي ويض ثنيت قيف السلحي زكوذان ثلاث محاذا نيتا إنما غا ثيني قيم خالصة لوجه الله ثيني إصفان إسجنت الملائكة ذي الصحيفة ثيني يوضن على خير غا الموقف
التينيش غير راح بين يدي الله عز وجل، وللاسف الشديد اتبدا تخبص لي وذني تغى تضرمض لي وذني تغى تهمد لي وذني تغى تحقد لي وذني تغى تحسد لي وذني تغى تكيد رعيب ما راد ان تخبص لي الجن الجن وشكوري الجن مش حازي غيابه يجد يا هذا سمي الحسنات خنيش غيسمح يجد يا هذا سوارف اذا خمين غتخدص مره فربما اذا شكرنت الحسنات قبل ما تخدص المظالم فتقي من يوذني تغشي الطلب من الغرماء اذا سقن يا ربي الشيخ وذن غيخدص عاد قن تعسس فخمين قضنت الحسنات في قن بسعى وسلامة اتبدي تخدص الزي اتكسيد السيئة تخيات باب نسنت انت قد خيرينش وتصور امر خويا الجن تو غيتزوم ما يتزكى يتحجى هذا سي رحمه مره ثم ذا السجن خير الناس انه تو غيزنا تو غيسوى الشراب تو غيسكى تو غيضجم نتاع ما سوى يجي منايا السبب لان يوذني غي تو غيضرم مي خاصنا غيكسي المظالم من الانسان هذيك سي المعاصي الانسان ضد الخطايا الانسان هذا استوى السجن ديال الصحيفه الناس فيبوء بالخسران وهذه في جهنم والعياذ بالله. إذا الفائدة من زواج نكسيس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تغي تهتم الصحابة تغي تسرم مديثا تغي شفق خاصنا الطاس. أما الفائدة الثانية نكسيس زيس على أن المفلس الحقيقي وني السيزين حقيقة وني غير السيزين دي الآخرة. أما وني السيزين دي الدنيا فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعتبى بوذ الفقير ما يمي لأن مرات السيزين دي الدنيا يمكن تقل الاستدراك مرة تغا تخسر الجيش التجاري يمكن تبدل التجارة دي وي عبي التيسيا مرة تغا يوذن زرن زرين شي المحسن والفقير تجير يمكن اش من الدنيا المساعدة اش عونا ولكن دي الاخيرة واش تعاون ذي الجن كوري جني الدفع خيخ في الناس كوري جني قا نفسي نفسي ولهذا لابد خصني نكسي الحضر اخواني الكرام ان استعد للقاء الله ان ادى المظالم فيقا النبي صلى الله عليه وسلم كيجي الحديث الذي ختمه هو انه الحديث في الصحيحين من كانت له مظلمة لاخيه من ماله او من عرضه او من شيء فليؤديه اليه قبل ان لا يكون يوم القيامه درهم دينار ولا درهم فمن غش الحسنه في قلبه صلى الله عليه وسلم اخذ من عمله الصالح بقدر مظلمته من غش سجده الحسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وذومق الخسر المبين والعياذ بالله فنتتا ان شاء الله في الختام جميعا نتتا سيدي ربي سبحانه عز وجل ان يحفظ جميعا من المظالم وخمي غنجتهد رمضان نزوم نكرخا ان شاء الله يخصو نضيع شاس المظالم عباد الله الغيبه النميمه الظلم نحاول ما امكن نحافظ الصيام ان شاء الله جميعا وتقبل الله منا ومنكم والحمد لله رب العالمين.